هذا الرضيع تلقيه امه في اليم لا احد يعني سبحان الله يستطيع ان يسبح به او ان ينقذه ولا بدلة انقاذ ولا كذا ولا كذا. ثم يسير به او تسير به الامواج هي تخاف عليه من فرعون، ولكن قارب موسى تسوقه العناية الالهية الى قصر عدوه. والله لو تأملت وعشت في القصة وتتعايش مع القرآن لرأيت العجب. هي تخاف من فرعون وجنوده، ولكن تهدي الأمواج بأمر الله قاربا أو صندوقا فيه الطفل المطلوب إلى يد عدو لله وعدو لموسى ولبني إسرائيل. يأخذه عدو لي وعدو له، يصل هناك على شاطئ السلامة، عندئذ ترعاه العناية الإلهية. أصبح موسى طفلا من غير أم، فتحتضنه آسيا كأم من غير ولد. سبحانك مقدر الأقدار، يعني طفل لا أم له، يذهب إلى أم لا ابن لها. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، لم تحمه دبابة ولا طائرة من غير طيار ولا قوة نووية ولا ترسانة حربية ولا سبحان الله جيش مدجج بالسلاح، إنما حمت شيخ أنبياء بني إسرائيل غلالة حب رقيقة في قلب آسيا. سبحان الله، يعني الله عندما يريد أن ينقذك من ورطتك لا يحتاج الأمر إلى لجنة ولا إلى مجموعة عمل، ولا إنما يقول كن فيكون.